تمام. طب هاخدك لحته تانية برضو الناس بتتساءل عليها دلوقتي. استاذ مصطفى، الدكتور مصطفى عبد الخالق تقريبا مشي، الكابتن احمد سليمان مشي، هل ده قانون مثلا هيبقى فيه انتخابات هيحل محلهم حد، ولا الوضع القانوني ما فيهوش الكلام ده؟ يعني اعتقد ان هتبقى فيه انتخابات في السنه الجايه ان شاء الله، يعني العموميه الجايه. فاول جمعيه عموميه هتعملوا انتخابات على الكرسيين دول؟ اعتقد ان ده اللائحه بتقول كده، ان احنا نعمل ان شاء الله على الثلاث مقاعد. هو مقعدين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. في استاذ هاني شكري واستاذ مصطفى عبد الخالق وكابتن احمد سليمان. تمام. فيستعد بقى كابتن حازم امام بقى للنزول ان شاء الله. لا، كابتن حازم امام ان شاء الله نازل انتخابات اتحاد الكورة، ما تعملش. لا احنا عايزينه عندنا، معلش عايزينه عندنا. مش مشكله. بقول لك يا احمد ادي له عقد احتراف، ادي له عقد كويس، مش مشكله. وفي كابتن ايمن يونس، وفي كابتن تامر عبد الحميد، يعني ده مجال الكوره، وفي ناس كتير في نادي الزمالك اعتقد ان هم ممكن يادوا الدور ده.